ليس كل أحد موفق أن يقولها. من الذي يقولها؟ من عاش دهره لا يفكر في شيء يخاف منه أعظم من أن يموت دون أن يقولها. من جعلها في قلبه يعظم أهلها ويقدم ما قدمه مقتضاها يرحمه الله، الله رحيم، يتولى عباده فيوفقه لأن يقول هذه الكلمة. وقد حتى لا يسيء أحدنا الظن بموتانا قد يقولها المؤمن دون أن تسمعها. قد يموت الرجل في غيبوبة فيوقظه الله ساعة من الليل دون أن يراه طبيب أو أن يشاهده حبيب ويقول هذه الكلمة ثم يعود إلى غيبوبته. ووالله إنني أدركت أقواما مغمى عليهم، إن بعضهم إذا جاء وقت الصلاة يقوم لوحده ثم يصلي ثم يعود إلى غيبوبته، والله على ما أقول شهيد. والله لو لم يعلم الله ما كانوا عليه من الصدق حين كانوا يصلون لما أيقظهم من غيبوبتهم عندما قاربوا أن يموتوا. لكن الله أراد أن يرفع درجاتهم، أن يزيد أعمالهم، أن يضاعف حسناتهم، فأيقظهم في تلك الحال ليصلوا إليها. ويوجد، وهذا من قسوة القلب، من ينام عياذا بالله وقد عقد العزم أصلا أن لا يقوم لصلاة الفجر ومع ذلك ينام، من الذي يحفظه؟ الله. ويقوم ويمشي في الناس، من الذي يرزقه؟ الله. والله عندما نام هذا العبد كان يعلم أزلا جل ذكره أن هذا العبد نام وقد عزم أن لا يصلي، ومع ذلك ربه يمهله، يكرمه، يقيمه من مرقده معافا يمشي ثم يرزقه. فهل أحد أحلم من الله؟ والله لا أحد أحلم من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تحيينا في الدنيا على لا إله إلا الله، وأن تقبضنا على لا إله إلا الله، وأن تحشرنا على لا إله إلا الله، وأن ترزقنا جوار حبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. هذا والعلم عند الله.